قصتنا التالية هي واحدة من أغرب القصص التي حدثت مع الرئيس ترامب منذ بداية نشاطه على موقع تويتر منذ عام 2009 حتى الآن. فحساب الرئيس دونالد ترامب الشخصي الذي يتابعه أكثر من 75 مليون متابع، والذي عادة ما يثير الجدل عليه أو يثار عليه الجدل ويطلق قرارات صادمة للعالم، قام يوم أمس بأغرب خطأ شاهده المتابعون. كيف ذلك؟ نتابع في هذه الصور. ففي تغريدة له يوم أمس، طلب من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحرك بسرعة في أعمالهم لتكثيف جهود مكافحة فيروس كورونا. ترامب أراد عمل منشن لحساب إدارة الغذاء والدواء في التغريدة، لكنه وبدلا من ذلك أخطأ ووضع حساب شاب سعودي نشيط على تطبيق سناب شات يدعى أبو الفدا. كثر لم يعرف أو لم يتعرف على أبو الفدا من قبل، والذي وبدون أي تغريدة واحدة على حسابه الشخصي على تويتر حصد 15 أو 16 ألف متابع بليلة واحدة، وأخذ الجمهور يبحثون عنه للتعرف عليه. مرض الكورونا، الطاعون صاب العالم كله. ايه يقول لك ماتوا ناس. هذا اللي يسوي راح كلش وحق كمامه بيجي المرض. اللي خاف هو اللي جيله. ايه. لانه يقلل المناعه. مرض الكورونا، الطاعون صاب العالم كله. ايه يقول لك ماتوا ناس. هذا اللي يسوي راح كلش وحق كمامه بيجي المرض. اللي خاف هو اللي جيله. ايه. لانه يقلل المناعه. بعد التعرف على ابو الفدا أو بدأ أن تعرف عليه الجمهور، تفاعل كثيرا مع هذا الموقف بسخرية. والغريب أن الرئيس ترامب لحد الآن لم يمحو هذه التغريدة. دعونا نستعرض أبرز التعليقات التي جاءت على هذا الموقف، والبداية من عبد الرحمن والذي قال: سبحان الله، لو تطلب أو تطلب مشهور يحط حسابك بياخذ كومة فلوس. تخيل رئيس أكبر دولة يعزز لك ببلاش، يا خيني طيبة هالإنسان. أما ورد فقالت كذلك تعليقا على هذا الموضوع: اللي يرزقني حظه، كان بحسابه 160 وبنص ساعة صاروا 6000 والآن صاروا 16000. خالد من جهته يقول: أبو الفدا دخل عالم الشهرة من أوسع أبوابها بدون مسابقات ولا آيفون ولا كلام فاضي. وأخيرا تعليق الصقير قال فيه: أقترح أن يستفاد من حساب أبو الفدا اليوم في نشر الأمن الغذائي بالسعودية من قبل الجهات الحكومية، وذلك باللغة الإنجليزية.